وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما هي الصفات الواجبة في من يشرع للبشر؟ الصفة الأولى أن يعرف الخير كله إجمالا وتفصيلا، ولا يعلم ذلك إلا الله. ثانيا، أن يعرف الشر كله إجمالا وتفصيلا، ولا يعلم ذلك إلا الله. ثالثاً، أن يعرف الحاضر والمستقبل، لأنه لا يشرع لليوم فقط بل يشرع لليوم وللغد ولبعد غد، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. لذلك العلماء يطلقون على الشريعة الإسلامية أنها الشريعة الخالدة، لأن الذي شرعها الله سبحانه وتعالى الذي يعلم حاضر الناس ويعلم مستقبلهم. رابعا من الصفات، أن يعرف الإنسان حق المعرفة، ولا يعرف الإنسان حق المعرفة إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يجهل نفسه ولا يعلم حقيقة الإنسان إلا الذي خلق الإنسان، والله تعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هناك عالم فرنسي اسمه أليكسيس كاري عمل كتاب سماه الإنسان ذلك المجهول. يقول في هذا الكتاب أننا تبحرنا في علم الجمادات حتى جهلنا الإنسان، ولا يعلم حقيقة الإنسان إلا الذي خلق الإنسان. والذي يستحق أن يضع تشريعا للصنعة هو صانعها، وهو الله سبحانه وتعالى. خامس صفة، ألا يكون للمشرع مصلحة. حينما يشرع الرأسمالي يراعي في تشريعه مصلحة الأغنياء بظلم الفقراء، وحينما يشرع للبشر الاشتراكي فهو يراعي طبقته من الفقراء في ظلم الأغنياء، لأن صاحب التشريع إذا كان رأسماليا أو اشتراكيا له هوى، وحينما يكون التشريع من الله سبحانه وتعالى فهو رب البشر جميعا.
يضع التشريع لصالح البشر جميعا، لا لطائفة بظلم طائفة أخرى. فالله عز وجل هو رب الفقراء ورب الأغنياء. أعطيكم مثالا من التشريعات، وهو تشريع الزكاة. الله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهر الأغنياء من البخل والشح، وتطهر الفقراء من الحقد والحسد على الأغنياء، وتطهر المجتمع كله من إثارة القلاقل والثورات وإثارة الطبقات. فتشريع الزكاة فيه طهرة للمجتمع كله، أغنيائه وفقرائه. والله سبحانه وتعالى في الزكاة جعل في المال نصيبا 2.5%. هذا المقدار يغني الفقراء، وفي نفس الوقت لا يضر بالأغنياء. ما قيمة 2.5%؟ والله عز وجل مكنك من باقي المال حتى ولو كان ملايين. وكل مال أديت زكاته فليس بكنز ولو كان ملايين، وكل من لم يؤد زكاته فهو كنز يحمى به في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهل الزكاة فيها مصلحة للفقراء؟ أساسا شرعها الله من أجل سد حاجة الفقراء. وهل فيها مصلحة للأغنياء؟ الجواب نعم، فيها تطهير أنفسهم، فيها تطهير أنفسهم من البخل والشح ومن الصفات المذمومة. فالله سبحانه وتعالى جعل فيها مقدار يغني الفقراء ولا يضر بالأغنياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن وقال: ادعوهم إلى لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وترد إلى فقرائهم يعني فيها مصلحة للفقراء. انظر الآتي: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الفقرة لمصلحة مين؟ لمصلحة الأغنياء. يعني حينما تأخذ من الأغنياء لا تأخذ من كرائم أموالهم، يعني من نفائس أموالهم، فتكسر قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى لا يريد كسر أحد لأحد، لأن الله عز وجل هو رب الأغنياء ورب الفقراء ورب الخلق جميعا. وضع تشريعا لمصلحة الكل، وليس في هذا التشريع هوى. خذ هذا المثال أيضا. معلوم أن الزكاة تخرج من أصل المال، فالزكاة المال تخرج مال، والزكاة الزروع بتخرج زروع، والزكاة الأنعام بتخرج أنعام، زكاة الإبل بتخرج من الإبل، وزكاة البقر بتخرج من البقر. تعال شوف زكاة الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل، قال: في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة،
وفي 25 بعير. مش انت قلت انها بتخرج من الجنس؟ يعني زكاة الابل بتخرج ابل، فلماذا في الخمس اخرج شاة وفي العشر اخرج شاتان؟ اخرج شاتين، وفي الخمسة عشر اخرج ثلاث شياه، وفي العشرين اخرج اربع شياه، وفي الخمسة وعشرين اخرج بعير من جنسها. ما الجواب على هذا؟ الجواب ان الخمسة والعشرة والخمستاشر وعشرين لا تحتمل المواساة بواحد منها، فاذا اخذت بواحد منها ظلمت الاغنياء. فلما وصلت الى 25 احتملت المواساة بواحد منها، حتى انها خلفت القاعدة انها تخرج من جنس المال مراعاة للاغنياء، كما راعى الله سبحانه وتعالى الفقراء. هذا هو رب البشر وهذا تشريعه العدل. اقول قولي هذا واستغفر الله.